تعالوا جربوا طريقة تتبيلة الفراخ المشوية دي وانا متأكدة ان هي هتعجبكم قوي قوي الطريقة دي سهلة وسريعة وممكن تعملوها في عشر دقايق ويدوبك بتاخد على الشواية مثلا عشر دقايق تانيين ربع ساعة اول حاجة هنحط الفراخ ننشفها كويس قوي وبعدين نحط لها كل التوابل اللي هبقى كاتباها لكم في الكابشن ونحط لها عصير ليمون انا عصرت ليمونه كبيره عليها وربع كوبايه زيت زيتون ونحط لها كمان زبادي عشان تطريها معلقتين زبادي كبار ونحط لها معلقتين مستردة انا حطيت لها مستردة ديجون بس ممكن تحطوا عادية حطيت لها معلقة واحدة صلصة اللي هي التوميتو بيست بس ممكن تحطوا معلقتين صلصة لو تحب وبعدين حطيتها في التلاجة لحد ما شربت التتبيلة كويس انا سبتها حوالي ساعة بس انتم ممكن تجربهم تشوها على طول وبعدين حضرت الشواية سخنتها كويس قوي وحطيت لها شوية زيت صغيرين وشويتها على الناحيتين قدمتها بعد كده مع اسبرجس مشوي وروستد بوتيتو كان طعمها حلو جدا وجنبها جارليك بريد ومرة تانية بقى هقول لكم ازاي عملت الروستد بوتيتو والجارليك براد والاسبرجس جربوها وهتعجبكم قوي قوي بالهنا والشفا